أمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرس جاني لبار يدور دي كسعة مدرسة التوحيد مقالة كولين ودن كدنمارك مدرسة سو نوسو دوي شيخ محمود شاه حسن أبو طلحة حفظه الله جل وعلا وحاولني رسالة أني أهيد الوصية الصغرى لابن تيمية رحمه الله تعالى وصية سوء ويديستي شيخ الله مقعابو أبو القاسم المغربي إنه قدر دار مدر دارا أنفعي الدنيا ديسي آخر ديسي عمل وكل يباني وكشقي هي كتاب من كتب الحديث كمدا وشيخ كدقو أو كو انتفاعه أو وحفظ ديو برطو أيو ويديستي وحن صمرني حديث معاذ يشرحيسي ورسول كان صلى الله عليه وسلم معاذ وضر دارمي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وحن أوسو دنبي وخالق الناس بخلق حسن وحقوق ضدتك لحد وضي سكوليهين شيخ وحو يري وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين مؤمنين تا كان أو كامل سن إيمانا حق إيمانك أو قوة إيمانك وذو كامل كيهي وأحسنهم خلقا قوة أخلاق ذا وناكسا مؤمنين تكو قوة تربية ذا وناكسا بأمرك أو إيمان كاملة خوفك إيمانك إيسا كامل نقن مايو إلا أخلاق إيسا كاملة إن نقطه فجعل شيخ وحو ليه رسولك وحو يالي كمال الإيمان إيمانك كامل لمديسا في كمال حسن الخلق أخلاق وناقة كامل لماذا ذا أي إيمانك كامل لمديس كحري وحو أيام قفك وحلق قرطة إيمانك إيسا كامل إنو يهي مركي أخلاق ديسا يددك سيدا أولار دغمو يحقوق ضدك إولي كليه مركو كصابحو ومعلوم وحل أقيه أبو شيخ يري أن الإيمان كله إيمان كوردان لبو شيخ يو وتقوى الله إله والله قعب صدر قفك أن مركان لين هاي إيمان بوليه وقفك إلهي كعب صانيا قفك صو إلهي كعب صدا وأهل الإيمان ويان وتفصيل أصول التقوى إن لفصيره تقوى ذا أصول شيء ذا يتيرك يكتاق انتهي وفروعها يفروع ديذانا وحيابها كفر عما لا يحتمله هذا الموضع كتاب كان يركاء مكسو كوبي كرنو يلي كتاب كان إنا كغشاكينو أصول التقوى تقوى ذا أصول شيء ذا يفروع ديدا كتاب كان يركا يوصيضا يرتا شيخ وحو يدي نوغسو رقل ميسو إنا نكسو أرورينو فإنها الدين كله تقوى ذا والدين كله دين تورنو ينبو يدي لكن ينبوع الخير وأصله خير كميش وكسو بحي أسل كيسة وإخلاص العبد أدونك إنه وخ إخلاص أوليم هذا إخلاص العبد أدونك وحويان إخلاص لماذا أوليم هذا أوليم هذا لربه ربي جيس سيدو دين تيسا وهو إخلاص يالو عبادة حق عبادة هي واستعانة حق كالميسي قال الله سبحانه وتعالى خير كوردن شيخ وحوي وحو كجرا إخلاصك أدونك الله سبحانه وتعالى وهو خالص ياليو عبادة ديسا إيوه كالميسيكيسا كما في قوله سيدا ألا أويري إياك أذيغا أمبان نعبدك عابدينا وإياك أذيغان كالغاغا أمبان نستعينك كالمويدي سنينا وفي قوله يا رسولك هذا أن الله قول كيسا فاعبده أويري الله عابد وتوكل عليه ألا تلصارو وفي قوله يا ألا هذا الكيسا عليه الدشيسان توكلت تلصارتي وإليه حقي سان أنيبه النقنية وفي قوله ألا هذا الكيسة فابتغوا رابية جرية عند الله ألا حقي سان الرزق رزقي كالرابية وعبدوه ألا نعابده واشكروا له ألا سبحانه وتعالى وشكريه له بحيث يقطع العبد أدونك وحلق دونية بحيث ميل أو يقطع العبد أدونك أوغويني أو كعرريو تعلق قلبه من المخلوقين أدوم هذا إنه كحرناضه
انتفاعا حق النفعي او بهم وكو انتفاع او عملا لاجلهم اما درتود انه وحو سميهو ايدها سو دن وحي تلماميان ادونكا قفكو وكو خيرن يحي او رجينيو او انتفاع كرجين انه نقض الله سبحانه وتعالى عملا لاجلهم ويجعل همته همديس انه ادونكا كيهلو ربه ربكيسا تعالى وذلك ارن كان وحي كو دحايسا اي كو سورا غليسا بملازمة الدعاء له إنو قفك لازم إله إنو بريو أو كبريو في كل مطلوب وحكسو للراديو أو من فاقة قاجو حق يدا إله إنو كما قلقو ويديستو وحاجة وحيدن ومخافة أم عبسية وغير ذلك يوحى إنتا كسوهري والعمل له إنو سمايو ألا درتيسا وسمايو بكل محبوب وحكستو الله سبحانه وتعالى وجعليه. طيب شيخ وحو ليها مركا قفك وحو كل يبانيا إن قلبك يسى إلهي وكحرو تلسارتو قال ميسيكي عبادتي وضن الله سبحانه وتعالى إنو سيو وحا غير كيسانا إنو صن انتفاع إيو خير لو ويديسو إنو صن الله غير كيسا وصن وحبك الرجين وحبنا ويديسن ومن أحكم هذا قفك تافهمنا شيخ وحير فلا يمكن سورة قلي ميسو أن يوصف إن لو شيغو ما يعقبه ذلك أرنكا وحكد بي ماذا إن لو شيغو قفك وقاذا إن الله سبحانه وتعالى كاليس إخلاص كيسي عباديس استعانة ديس لغو ليبانو قفك أرنكا قرتي فهمنا وحكا لو شيغا يمره يريو أرنكا كدن بي. طيب شيخ وحو كصوب حي سؤاشي أبي القاسم أويديي أو أهيد إنو دردارا سيو وحو دردار من مركي هري تقوى الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دردارا كي الله كدم حديث كي معاد هذا أنا سؤاشي كلي أويديي بوحو لي هي وأما ما سألت وحا آد ويديسي وآد ويديسي أبو القاسم عنه أرنكاسو من أفضل الأعمال أعماشا كان أغفي عنه بعد الفرائض وحيابها واجباتك فرضك أكدب محاوه في عنهم عمل سمايا سو إماذا ويدين بويري فإنه يختلف أرنكا وكلق الدسينيه باختلاف الناس ذاتك سيدي وكلق الدسينيه فيما يقدرون عليه وحقي أوذانا وما يناسب يوح أسور قلي أوقاتهم واقتيضوا ذا فلا يمكن فيه جواب جامع جواب وحاسو أدن جمعنا يئنان كسيو سور قلي ميسو يري جامع مفصل وعد لكل أحد روح كالسنة وحبا أسهلا وحبا أقوأذن أرنك جواب جامع كما بحنكر ويري لكن أرنك وحي تهيب ويري مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وحي اسكر راعين باجر ويري كالإجماع إجماع يوكلوه بين العلماء علماء اسكر راعين وبالله كو ألا رميسا وأمره أمر كيسا رميسا أن ملازمة ذكر الله ذكر إله أولا دائمه دائما سيد دائما لو دائما هو أفضل ما وكان وقفل لبضانه شغل العبد به نفسه ونفتي سوكو مشغولي ما دام آتري أفضل الأعمال نئيشيك عمليالك محا وقفي عن علماء بضان كودو حيسكو راعين ويري علماء إلهي قرانا يأمر كيسة وحا وقفي عن ونفتل وقو مشغولي إنو يهي ذكر الله جل وعلا ملازمة ذكر الله جل وعلا إن لا دائم الله سبحانه وتعالى حسوسي دائما هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة وحوفي عن الدون كنفتي سوكو مشغولية وعلى ذلك أرن كان دل حديث أبي هريرة دل حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة تسي أرن كان ذكر إنه فضل لي هيا وحوفي عن الدون كوكو مشغول إنه يهي الذي رواه مسلم حديث كاسو مسلم هو ورقي ورسولك أنه يري سبق وحا هرمري المفردون مفردون تيبا هرمري بوي رسولك أنه صلى الله عليه وسلم قالوا صحابة وحير أهدين يا رسول الله وما المفردون مفردون تنواقما قال رسولك وحو يري وأذاكرون الله كثيرا كو الله إنبدا حسا والذاكرات يهوينك الله سبحانه وتعالى إنبدا حسا شيخ وحو ليه مركعة ورب القاسم ودردارك أنكسين أيو أعماش أغفي عن
oo culimadu isku raaceen culimada ilaahay taqaana waxa ugu fiican qof uu ku mashquulo waxa weeyaan xuska allah subxaanahu wa tacaala bihada alxadiidi wafiima rawaahu abu daawuud can abi dardaa iyo waxa abu daawuud uu ka wariyey oo sunankiisa uu ku wariyey abu dardaa baa warinaya rasuulka ka wariyey radia allahu canhu can inabiyi sal allahu calayhi wasalam annahu qaal alaa unabbi'ukum rasuulka maalin buu saxaabadu wuxuu ku yidhi ma idiin sheegaa bikhayri acmaalikum camilaakiina kan ugu fiican camal aad samaysaan wa askaahaa iyo kan ugu daahiran cinda maliikikum boqorkiinna oo allah ah wa arfacuhaa iyo kan ugu sarreeya oo idiin sara qaadaya fii darajaatikum darajaadka jannada kor idiin geynaya wa khayrun lakum idinka fiican min icdaa'i dahabi dahab inaad sadaqaysataan iyo walwariqi waa nooc dahabka ka mid e wa min an talqow iyo inaad la kulantaan caduwakum cadowgiinna fatadribuu ay garaacaan acnaaqahum fatadribuu cadowgiinna aad la kulantaanoo fatadribuu aad garaacdaan acnaaqahum qororyaashooda aad garaacdaanoo laysaan wayadribuu iyagana ay garaacaan acnaaqakum qororyaakiinoo idiin laayaan qaaluu waxay yidhaahdeen rasuulkii allow balaa yaa rasuula allaahi rasuulka allow noo sheeg qaala rasuulku wuxuu yidhi dikrullah allah subxaanahu wa tacaala xuskiisa marka sheekhu labada xadiid wuxuu leeyahay waxay ka sheekeynayeen fadliga dikriga rasuulkana markuu tilmaamayay wuxuu yidhi acmaashoos oo dhan dikrullaahi baa ka fiican adigoo fii sabiilillaahi ku dhinta adigoo dahab sadaqaysta adigoo maal kale sadaqaysta darajaadka jannada waxa kor idinku qaadaya oo waxoo dhan idinka fiican waa dikrullaahi wadalaa'ilu lqur'aaniya waalimaaniya qur'aanka tusaalayaalkiisa waalimaaniyati iyo tusaalayaasha arrimaha iimaanku ay tilmaamaan basaran xagga aragtida iyo wa khabaran xagga khabarka wa nadran iyo fiirfiirintaba calaa dalika kahiiratun arrimaha way ku badan yihiin micnaha aayadaha qur'aanka ee tusaya fadliga uu leeyahay dikriga allah subxaanahu wa tacaala iyo iimaanka laga helayo dikriga alleh subxaanahu wa tacaala marka la fiirfiiriyo daliisha qur'aanka aad bay u badan tahay buu yidhi calaa dalika kahiiratun wa aqallu dalika dikriga alleh subxaanahu wa tacaala waxa ugu yar waxa weeyaan uu yidhi an yulaazima alcabdu addoonkii inuu laasimo aladkaar almacthuura adkaarta ka sugan can mucallimi alkhayri mucallinkii khayrka dadka barayay wa imaami almuttaqiina iyo dadka allah ka cabsaday imaamkooda sala allahu calayhi wa aalihi wasalam inuu laasimo weeyaan micno waxa ugu yar oo qofka min adaakiriina allaha kathiir uu ka mid noqonayo oo camalkaa fiican uu ku samaynayo waa inuu laasimo waxa rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam uu laasimay haa oo adkaartii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay kal adkaari almuaqata sida adkaarta lagu waqtiyeeyey fii awali nahaar maalinta bilowgeeda oo ah adkaar asabaax lagu magacaabo qofka hadduu laasimo adkaaru sabaax wa aakhirihi iyo maalinta dhammaadkeeda wa cinda akhdi almadjaci iyo marka uu seexanayo wa cinda alistiqaadi iyo hurdada markuu ka soo kaco min almanaami uu ka soo kaco hurdada uu ka soo kaco wa adbaari salawaati iyo salaadaha gadaashooda adkaartaasoo la laasimo waladkaari almuqayada iyo adkaarta lagu qoondeeyey lagu jaangooyey midlu maa yuqaalu iyo adkaarta oo la mid a waxa la yidhaahdo cinda alakli qofka markuu wax cunayo waashurbi markuu cabayo waallibaasi dharka markuu xiranayo waaljimaaci islaantiisa markuu barakaynayo wa dukhuuli almanzili guriga markuu gelayo waalmasjidi masjidka markuu gelayo waalkhalaa'i musqusha markuu gelayo waalkhuruuji min dalika markuu musqusha ka soo baxayo wa cinda almatari roobka markuu da'ayo waalracdi gugaca markuu maqlo ilaa kayri dalika arrimaha wixii intaa ka soo harayo waqad sunifat lahu alkutubu kutub baana arrimaha laga alifay almusamaatu lagu magacaabo bicamali alyowmi waalleyla kutubta waxaa lagu magacaabaa camalu alyowmi waalleyla camalka la qabto maalintii iyo habeenkii la qabto sheekhu wuxuu leeyahay qofka wuxuu ka mid noqon karaa kuwa allah xusa markuu daa'imo adkaarta rasuulka ka sugan sala allahu calayhi wasalam adkaarta muwaqatadee la jaangooyey maalan qofka hadduu akhriyo subaxdii adkaarta la akhriyo
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت مرك الله سيحانا يوم. بسم الله بسمك اللهم أموت وأحيا سيدو كري مرك الله سو كعو. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأدبار صلوات يا صلاة كدب وحل أخري يا مرك وحل عنا يوحل يره ذو بسم الله يا مرك الله لما يراشينك ولا يرى الحمد لله لأطعمنا مرك مرك الله حيرانا يلده بسم الله الجماع مرك حاسك مثلا لو تجي دعاء الله أخري اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قرق مرك اللي قال يا بسم الله ورجنا وبس أذكرت صوتا قفك هدول لازمه وحليه هي ووحيابها وكل يباني وكم من نقون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وحير وأن يسينه بوح على جيابة قفك إنه كم من نقض من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات شيخنا وحير أرمها صوتنا وحلقة اللي في كتب واللي في كتب بلقى اللي في كتب تصلكم كعابه عمل اليوم والليل عمل كلا سمي ما أنتي هبنتي ثم شيخ وحيري ملازمة الذكر ذكر قول اللازمه مطلقا جودهان وأفضله كان أوفض لبضن مرك إلهي الحصي وقفك أدون يو إنو أنتو فريستو أما سقو صعدو إلهي أوحصو وحا أوفض لمن أبويري لا إله إلا الله فأوفض لبضن وقد تعرض قفك وحا أويمان يويري أحوال أحوال بأويمانيسا يكون بقية الذكر وقد تعرض أحوال يكون بقية ذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أذكرتاس أفضل منه أي أذكرتك لك فضل بضنتهي مرك قفك وحافي عن إنه لازمو يري هداد ربطو عمل إنا نكوشي قوات كل يبانتو وحوفي عن ذكر الله ذكر الله هنا مد مقيد باجرة أو كو رسول كينا صلى الله عليه وسلم وصوت المامي يمد اسكم مطلقة أو لا إله إلا الله بأوفي عن مرك قاركودنا لا إله إلا الله وحكفي عن كرتو يري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إنه يرهد ثم كدبنا يعلم وحو وقانا يا أدونكي أن كل ما تكلم به اللسان وحكسو عربك وكوح الله وتصوره القلب قلبي جينا وصورتي مما يقرب إلى الله أوحى الله ودويني من تعلم علم أو علمي أو لبرت وتعليمه أما لصيبره وأمر بمعروف يمعروف ولفره ونهي عن منكر يمنكر للريبه فهو من ذكر الله جل وعلا وحسك الله وكم بديه سيدوك لوحو يري الدونك وحو أغانا يا أرمها مركو سمايو وحيابا بضان والله درتي سلو سمايو دتكو علمي لبره علمي ولبرته يمعروفك ولريبه يمنكرك معروفك أن يرهض ضدك اللفر وحو ناكسن يمنكرك الله قريبه ومن ذكر الله حسك الله سبحانه وتعالى ولهذا شيخ وحو يري من اشتغل قفك كم مشغولة بطلب العلم النافع علم قددك أنفع لبرته بعد أداء الفرائض فريضة مركو قتو كذب قفك كم مشغولة طلب العلم أو جلس مجلسا أما فريست ما لا فريستو يتفقه سقو دينتي برانيا أو يفقه فيه الفقه فقه دتك برايا الذي سماه الله ورسوله كاسو الله رسولك سيكون مقعابين فقها فهذا أيضا روحانا من أفضل ذكر الله جل وعلا ذكر قال لك ووفض لبضنبو كمدية شيخ وضعك إسان سيدة ذكر قال الله سبحانه وتعالى ووينين يو قفكم حوك قم النقم كرام مركام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أولا إن أذكارت رسولك كسوغناتي مركز قفك وكد ذاله فرق مركان ككعين هذا إننا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مزدك مركز لقبح يوقفك ويرهده بسم الله اللهم إني اللهم افتح لي أبواب اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم قفك علمي هدو برتو شيخ وحليه أما ددك وصيب برا وحن نقونا يا ددك الله سبحانه وتعالى حصا وانا ذكري كان أغفل لبضن بويري وعلى ذلك أرنك وحو يري شيخ أرنك وحي تهي بويري إذا تدبرت أرنك أن هداد فير فيري سوت كنت تدبرتو
لم تجد هلي ميسد بين الأولين دتكي هوري في كلماتهم كلمات كوضا اي ذكرك الله سبحانه وتعالى كوشيغين في أفضل الأعمال اي كوشيغين كلماتك اي كوار رمين أعماشا كان وفيعا كبير اختلاف وحبضنو خلاف وين إن اسكو خلافين هلي ميسد وارمان بشيغين وليه وما اشتبه أمره على العبد وما اشتبه أمره وحا وسقدر سمو أمر كيس على العبد أدونكي فعليه كد ذالو بالاستخارة إنو إلهي لا تشتو المشروعة استخارة صو رسول كان أوشرعيه فما ندم ما شاء الله يو من استخار الله تعالى قفك إلهي استخارة شيخ وحي يروح يابها لقول لي بانا يو أنكو دردار ما يوحا كميدا إنا ذكري إلهي لازنتو كدمنا أمر باكو يمي وحبات ربائنات سميسو أرنبا كلسو قد بوناتي وحوي رقفك هكود دالو إنو إلهي استخارة تشي إلهي إنو الله سميه استخارة ضوات قرن إيسان رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم صحابة وحي إليه جابر بن عبد الله رسول كي استخارة ضو النبر الجري سيدة سورة وقرآن كم إذا أوكل فاتحة ضو كل النبر الجري اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب وقرن إيسان كتب الأذكار ولا ألف وين الدوبين هنا أنا هذا الحمد لله حصل المسلم مرهران تعليق النيل والحمد لله رب العالمين ما لها سلقة فائدة سنكرا طيب شيخ محمود هو أخري شيخ مركا وحولية هاي قفك هدي ورب لكل مو إلهي تلاها ويديستو بالاستخارة المشروعة فما ندم ما شاء الله يو من استخار الله تعالى قفك إلهي لا تشتا وليكثر من ذلك استخارتنا هبضيو ومن الدعاء دعانا هبضيو قفك رب مركو لكل مو فإنه مفتاح كل خير خير كستا فريه سويا الله المستعان أرن كام حا أنك هذا نوغا هبون قفك صوليب وكل عور ظهرت إلهي لا تشو كد من الدعاء بضي الله سبحانه وتعالى فريه وكسينا يا ولا يعجل قفك مركا يوسن دقدقن ويري فيقول مركا ويره هذا قد دعوت إلهي بانبريييو فلم يستجب لي دعدي اللي قام أقبلين وليتحرى قفك هكود دالو مركو دعيسان يو الأوقات الفاضلة وقت يضا فضلق له كود دالو كآخر الليل هبينك قيبه سدن به كود دالو وأدبار صلوات صلاة قداشة وضغفك إنو دعيسه كود دالو واستخارة ده دعوتو كدو وعند الآذان آذانك إقامة لحدوضة ووقت نزول المطر يروبك مركو دأيو ونحو ذلك روبك مركو دأيو سمضى فران ومرك لدعو استويان إلهي قعمه اللو تاقو طيب شيخ وحو يري هداد إوي ديسي عمل أن كردقو وأن كلي بانو وحاقو في عمبو يري ذكر الله جل وعلا أما أرجح المكاسب أبو قاسم المغربي وهذا الكيسي وذا ما دام أدوي دي سيبو يري وأما أرجح المكاسب وحيابها لقش قيستو وحاوقفي عن فالتوكل على الله وإله إلا تلسارتو شخورت تاسا أوفي عن بويري شيخ وعمل كاذ هايساتو هداد إلهي درتي سوغتا قيسو إن إلهي آتلسارتا أوفي عن بويري والثقة بكفايته أو بكفايته إن مركا قال الله وكل صنادو بكفايته إنه ككافي ليه كافي نمديسة أو الله وكل صنادو وحسن الظن به إلهي إن وحنا أحسن لقى ملايو شيخ سد حداسه والشيخي مكاسب تتاسع في عنيوري تلا صار شو الثقة بكفايته إلهي إنه ككافي نيو وآد لو تلا صارتو وحسن الظن إلهي إن شيء في على جمل أيه أنا عند حسن ظني عبدي بي بيري أنا عند حسن ظني عبدي بي أدونك يروح يجمل يسوون أحسن بان وأهي بيري الله سبحانه وتعالى إلهي مركا حداد كم لا يسوا إنه سنكوه جنين أو خير كسينا يا الله سبحانه وتعالى وكسينا يا مركا أرجح المكاسب تاسع وفي عن ويري وذلك أنه ينبغي وححبون بويري للمهتم
بأمر الرزق قفك رزق قاد وغفكرة أن يلجأ فيه إنه وهزقله فيه أرنك رزقك إلى الله الله حقيسة ويدعوه اللنا إنه بريو كما قال سبحانه سيدة الله أويري فيما يعثر عنه نبيه سيدة الرسول كوكورنا يو حديث القدسي قفك مركا رزق قيسة آد وغفكرة وحافي عن بويري الله سبحانه وتعالى إنه هزقله وبريو سيدة الرسول كينا صلى الله عليه وسلم كسوغان رسول كينا وحويري كلكم جائع دمانتين وادقا جيسنتين بني آدمو رسولك أورانايا إلهي بوكورينايا إلا من أطعمته قفكا قوذي موي دمانتين وادقا جيسنتين إيه فاستطعموني قوذين إوي ديستا أطعمكم وإذين أرزاق ياي سيدا سؤال الله سبحانه وتعالى لي يا عبادي أدومضي كلكم دمانتين عارم باتهين دتقاون إلا من كسوته قفكان نرسي موية قفكان هوية موية وأن مركا عارين ماذا كسارو إيا قاوانانتا فاستكسوني درئي ويديستا إيانا نذين أسترو أكسوكم ونذين أسترو ياي دمانتين وقاوانتهين هانيقون با إذين أسترو يولي الله سبحانه وتعالى وفيما رواه الترمذي إيا قفكا إنو فيريو أو كنت تدبر وحا ترمذي أولي عن أنس رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسأل أحدكم ربه روحين هو يدي سوير ربه ربي قيس حاجته حاجتي سورن إلهي ويدي سويري كلها حاجتي نورن إلهي ويديست ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله كبتيس إن دلها هذا 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 كجوضه إلهه ويديسه إذا انقطع إن دلها هذوقه فإنه إن لم ييسره لم يتيسر هذو إلهه أفضلين أفضلن ماي حديث كابل أفضل صو كبت هذا كجوضه هذا وحلا دون إلهه وكبتي إيه كبينا ترى هذا إلهه ويديسته وهذا يسن مركا إلهه وحوين يوحي ربا الله ويديسته شيخ وحولي مركا قفك رزق جيسا رادينا يا أما أرمها رزق جاءت أو فكرة محد كنا ولاينا سيء محد هلا يسائيو وحير إلهها هزقلو هنا بريو حديث كرسول صلى الله عليه وسلمنا هكو عبرقاتو إله وير دمانتين وادجا جيسنتين قف كان أنا جو حسيم ويا ويديستا إن أنا ذين أرزاقه سدوا كلا وحير حديث كنا وحكست إله ويديستا كبت هذين كجوض هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الله وحيري وسأل الله الله ويديس من فضله إلهي ليرات كيس ويديس وحبو كسيي هادهن الله سبحانه وتعالى هاده وإسيي وحكا لمو ويديسان أيو لكو حال ربا ليرات إنا دو ويديساتو بني آدم كان ليرات لو ويديسان ما انتقفك دوح ويديساتو بريكو من نقون كرتي وحولي هادنية وشاقة ديگا ديگا تاي ما ديگا عرق ديساتي هادتكو دان ما نيگا كسوها ريوي رمارة ما نيگا كو إرزاقيا دادك وح ويديسو هبلا جوغا إنا دير كاغا جوغا هوية هذا وين نوشحي أبا هذا مريكم بوجرا أنا قوم محاوح ويدي سنة بني آدم كواسا صديو حلو ويدي سو لكن إلهي فاسألوا الله من فضله ما أنتوا رنبا وحلو ويدي ستا يسأله من في السماوات والأرض وقد قال الله تعالى في كتابه اللو حويري واسألوا الله من فضله وقال سبحانه اللو حويري فإذا قضيت الصلاة صلاة دي مركا لقبح يدماتو فانتشروا فوفا في الأرض للك كفوفة وصعدة انتشار سماية وابتغوا رادية وجرية من فضل الله الله سبحانه وتعالى مركز وحارب وقفك مسلم كآ عبادة الله مركو رميه إنه راتسد رزقي الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب مركز صلاة الجمعة مركز الله قبحه مسلمين تحلدون يقفك سشقدي سينو هذا فضل إلهي لراتسده إسلام كما قبو مالين لا سيحدو يمالين لا هردو يمالين لا شقينيني وحوى أنك وعبادة هي عمل إلهي نوان عبودينا عمل نوان إيمانينا يمارك فضل قال سبحانه وتعالى ويدي سنينا وصورة الجمعة ودوقتهم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض للك كفافو وابتغوا من فضل الله الله سبحانه وتعالى فضل قيس ويدي ست وهذا
شيخ وحير أرن كان وإن كان في الجمعة هو كسو دكت صلاة جمعها فمعناه قائم في جميع الصلوات لكن معنيه سا وحو كنت أغن يحي وصو قليا صلاة ظهر دان مركز صلته كذو وإن فضل قال الله سبحانه وتعالى لرات سدا والله حاضتكو أين نسكفريسا ولهذا والله أعلم سيدا أوذي دوحير والله أعلم إلهي بأوغي أمر النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحو أمري الذي يدخل المسجد قفك مسجد كسوق لي أن يقول إنو يرهدو اللهم افتح لي الله إيفر أبواب رحمتك أنا حريست هذا الباب ذي إيفر وإذا خرج هدوب حنا أن يقول إنو يرهدو رسولك وحو أمري قفك مسجد سوق لي كبحيانا إنو يرهدو اللهم إني أسألك الرب وحكوه ديسان من فضلك بالفيري مسجد كمركة سوق ليسو رحمة إلهي بألوه ديستا وملائكتي إنا يقرط رحمة الله رحمة ديسو وكسيو ذنب داف الله سبحانه وتعالى إنو كسيو مركة بحي سانا وحلوه ديسانا من فضلك فضلي جيس وحيابها ديراك ألا لوه ديسان إرزاق دي بألوه ديسانا وقد قال الخليل نبي الله إبراهيم وحو يريبوي وقد قال الخليل خليل وحو يريبوي ونبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم فابتغوا راديا عند الله اللي أكتس الرزق وإذ قال إبراهيم لقومه نبي الله إبراهيم وحويان قوم كيسوا لها اللي وحكو يري فابتغوا عند الله الرزق ورأى اللي حق يسترزقك الرادية واعبدوه اللنا عابدا واشكروا له اللنا أشكريا وهذا أمر كان وحوير وأمر والأمر يقتضي الإيجاب أمر كان وحوك إنسان يواجب نمو فالاستعانة بالله كالميسيق الله يا أسكالي واللجأ إليه في أمر الرزق أمر كالرزق غنى استقال الله أسكالا وغيره يغير كيسة أصل عظيم وأصل آد ياد وين بويري الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم فالاستعانة بالله إلهي أولاك الميستو واللجأ إليه يمرك إن الله أزغلو في أمر الرزق وغيره رزق غير كسبه أصل عظيم وأصل آدي أدوين ثم وحير الشيخ رحمه الله ابن تيمية ينبغي له قفك مسلم كوحل قربا أن يأخذ المال مالك إنو قاتو بسخاوة نفس نفتة سخاوة نمدادة يدق سنة مدد إنه كقاتو ليبارك له فيه سلا وبركية معنى مال مركات قاضنا يسوع وحد قاضتا مال كان إنه بحن دونتو مال هذا هشوا بسخاوة نفس ماها مال كان إنه دريبان دونتو بحن دونين بسخاوة نفس ليبارك له فيه سلا وبركية ولا يأخذه مال كيوسن قاضن بإشراف سقو دونتو أتاجية وهلع وآديات وجعد سوغو قورتا تاغيا او مال اما لغو سيا ايا سيدا ايو الدنيا دا دادك هاي سيئ فير فيرن ايا مالكي يوسن قادن وهلع ان يسوغو هلع كجرا يمركا آد وجعل بل يكون المال مالكي وحو اهان ايا اما وحالدون ايا بل يكون المال مالكي انو نقضو عنده قفك مسلمكا مالك اكتيس انو كان نقضو بمنزلة الخلاء سيدا مسقش اوكالي الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانا والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء مالك إنه نقض مسقشي أوكالي الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانا مسقش مركز من الله باهية ما هي قلبك هذا مركز كومتاك نصومها مركز حاجة ذاكو قبط أمبالا آذا وحولي يا شيخ مالك نواصيدة سوكال إنه يكون نقضه مركز حاجة يدن مالك أتكال هذا إنه تستعماشه لكن قلبي قاقا أن يكون له في القلب مكان قلبي قاقا أنه سنكوينين والسعي فيه مالك مركو رادين أيانا إذا سعى وحو أم رادين أيا كإصلاح الخلاء مسقشا مركو آذا يوك الحاجة إنه سوقته إنه مالك أم حاجة وكوقته كالأساس ورادين أيا يجيري وفي الحديث المرفوع حديث كرسول كسوغا الذي رواه الترمذي وفي الحديث المرفوع حديث كمرفوع الذي رواه الترمذي ترمذي أوري وغيره وغير كيسة رسول كان صلى الله عليه وسلم وحيري من أصبح قفك صبح يستاء والدنيا يذو الدنيا دي أكبر همه همي قيس أقوين أيته معنى وحكى الآن كفكريني
وصبحيسنا يا وصوكا عيا الدنيا أبوك فكري العقم حال هاي ستا ما أنت محد سوه اللي دونتا محد فائدي دونتا وحكى لك فكري ماي آخر ذي أنا كفكريني وحويري شتت الله عليه شمله إلهي وكلتك سيا شمله أمورتي صردن وفرق عليه إلهي وكلتك سيا ضيعته وحي كم مغنانا إورادنا إلهي وكلتك سيا ولم يأتيه أمي ماذو او مهلو من الدنيا الدنيا ده حقه ده الا ما كتب له وح لو قريمويه دد وحا جرى الدنيا ده اد اوغا فكره صبح دي يدو كصوبخيا غلبتي يدو كنقنيا قفكه الدنيا ده اد كا اوغا فكره او راديه او مالين هبين كشيكيه او طلب العلم كي يي قرانك لا دغيسن يا خيرك يدن يا كمشقوليساي الله و خوليه هي امر كيسو دن هرتي سو كيني مايو شلن شلن كوم خيريو وحا او راديه ان هلي مايو الدنيا دنا وحي لا قري ام بالسينيا طيب روح عن كلنا ايه ومن اصبح قفك الصبح يستا اما عاددي سبا اي تحي والاخرة اكبر همه اخرك فكرة اكبر همه وحويان همك اوغو ونحو كفكرة جمع الله عليه شمه له جمع الله اله وصو اروريا عليه دشيسا شمله امورتي صدن اله وصوص اروريا وجعل غناه هذن تنميذي سنة وحويا لا في قلبه قلبه إله كان وليا وأتته الدنيا الدنيا ذينا ويوما نيسا وهي الراغمة يذو الرادي نيسا أو سنك لغسو قليي حرق لغسو قليي با الدنيا ذي لودي بيواتنا الدنيا ذي اللي أترادي نيسا قادو وقفك آخرة كفكرة الله سبحانه وتعالى وكان لها مسلمين تحكد عيسانا يان ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ها مبلغ العلم يا ما رسول كان وكد عيسى جل صلى الله عليه واله وسلم ايات القران في سوره النجم كجرتنا الله سبحانه وتعالى هم جاغه او وين انو سن كدغين الدنيا يا علمي اد كو غاريسو برانيسو دن الدنيا انين نقونين ولا مبلغ علمنا علمي ان ماشي او غارين الدنيا انين نقونين رسول كان دعاء مركز ومضى وحو شيغو او دعين جيري اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي مركف على كل حال قفكي أدوية رادية هلي مايا وحديثك سوق الدالي أعديها كبحين وأدوية آنن هلي هيركي كضيع مي وحورن وحورن وكالتاقي بالله أركيا لكن قفكي آخر الرادية همي جي سوقوين إلهي وحكا سوكيني سوق الراحق النور أوفر حسن أمبالي هلي وقال بعض السلف سلف كي قاركود وحي راهدين أنت محتاج إلى الدنيا وحضبا هنتهي الدنيا ضبا هنتهي محتاج إلى الدنيا الدنيا ضبا هنتهي وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج لكن آخرة نصيبك هذا أتقول هذا هاي بعض وقباهي بعض انتهي لكن أذيقنا الدنيا دهور ديسا فإن بدأت هذا أتقول باللوضو بنصيبك من الآخرة آخرة نصيبك أتقول هاي هذا تقوب باللوضع عمل كاغي فكر كيسا مرة ومرية على نصيبك من الدنيا وكسو مرية مرة على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما آخرة كفكر كيسا هذا تقوب باللوضع يا آخرة أنا كفكرته فكر كي آخرة كفكرته يا نصيبك آخرة تقولها مرة على نصيبك من الدنيا الدنيا نصيبك هذه وصو مرية مركة فانتظمه انتظاما وهقا جنيا قال الله تعالى الله وحيري وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن جنسي جني أمانا أؤمن جنيجي وما خلقت الجن جنيجي أمانا أؤمن والإنس إنسجي إلا ليعبدون إن يعبدان ويا ما أريد كدون ما يهمن حق هذا من رزق رزق إن إيه كنان وما أريد دون ما يو أن يطعمون إن يقوديان إن الله الله هو الرزاق وسجادتك إرزاقا ذو القوة التي قوض وصاحبك هاويان المتين قوض مركة أتكي فأما شيخ وحولي هاي وحنكو شيخي بويري شي كان أغفي عن إنو يهي ذكرك الله سبحانه وتعالى وحكا لدوي ديسي أو أهنا إنا قوت المامو مكاسبت وحا أغفي عن والله سبحانه وتعالى إلا تلصارتو الدنيا ذن أن أضل وقف فكرين آخر ذن أن لقف فكره الله سبحانه وتعالى فضل جيس الله ويديسه
شيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية قدس الله روحه وحو شيخ يا أبو القاسم وحليه فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس. طيب وحليه فأما تعيين مكسب إن كوت المامو مكسب شقق وعلى مكسب شقك اللي لقد دورته من صناعة أو فرسم يقان أو تجارة أما تجارة أو بناية فند النمو يدسماء أو حراثة أما بير أبوري أو غير ذلك وحا وحي كسوهري فهذا الرنكان يختلف ويسخلاف يا باختلاف الناس ضدك سيدي وكلا قد سيهين ولا أعلم في ذلك الرنكان قرن ما يري شيئا عاما شيء قد ما قرنيا لكن وحو يري إذا عنا للإنسان جهة هذي أصوب أحد إنسانك إذا عنا للإنسان هذي أموقات إنسانك جهة جهة إنو قد نقاق عمل مثلا عمل باطرة تأينات سميسو صناعة أو حيابها قعانتا لغا سميو تجارة تأينات سميسو وحباطرة باسمها إنات قشو بير إنات أبورتو أرنك هساكو موقاتي شيخ وحو يري أما ولا لكن وحو يري إذا عنا للإنسان جهة فليستخل الله إلهي تلاها ويديسو تعالى فيها الاستخارة استخارة دي ها استعمالو يري المتلقى استخارة دي أولاق لكل مي أولاق برتين عن معلم الخير معلمك خيرك ضدك برا وصلى الله عليه وآله وسلم فإن فيها استخارة رحدة من البركة بركة حق إذا وحاء ما لا يلاحظ ما لا يحاط به وحانا لكوبيني شيخ وحولي مركا قفك عمل ربا أبو القاسم وهداثة شقينا كوت المامو شقوين كواب ذيهين ميدان كوت المامي كرنا ملك لكن قلبي قاقا شقاها دو قصو دعو نيهو شقاها كود دقاقين أذيقون إلهي تلوي ديسان واستخارة دي آنا تكنين فليركع ركعتين قفك استخارة دو حويان ينو ويسيستو لبرك عن ووتك دو كدبنا دعاء وكدعيس أرنكا سمي بويري ثم كدبنا ما تيسر له قفك وحوفو ضاضا فلا يتكلف يوسن اسكولبين عمل كاكوفو ضاضا هداد باللوضو استخارة ذا كدب فلا يتكلف غيره عمل كاليوسن رادين إلا أن يكون منه عمل كاينو يهي مويي كراهة شرعية كراهة وشرعية إنه كسو قناتي عمل كاموي وحكا ليوسن سمين بويري شيخ مركا دردارن كاس أيوسيي أبو القاسم المغربي وحوغاها اللي وحا وصمين لهايو لأن سوى حديث كي معاد من الجبل ودر دارمي يا رسول كينا صلى الله عليه وسلم وكي يتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها كدبنا وحيا وبنا بغدر دارمي وحا وفي عن عمل وحا لسمي الله سبحانه وتعالى ذكر جيسا إن لو ددالو كدبنا إلهي فضل جيسا إن لو يديسو مكاسبته وفي عن وحويان تلو إلهي إن لا تلا سارتو رزقين سجل ويديسو كده من قفكي هدو دانو إنه شقي عمل قو باللابو إنه إلهي لا تشتو استخارة ولا يمادو عمل كي هدو فوضى دانو إنه سمايو إن ويا هي عمل الله سبحانه وتعالى ودي دموي درس جيني اللباد دورة إن شاء الله تعالى أنت أسمكسو قبل بيننا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرس جنس الأحاد كتاب كني الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الوصية الصغرى ودردارا كي يرى شيخه ودردار مي نكلقوا مقعابه أبو القاسم المغربي وحيابه ويديانا وحاكم ذها إن
شيخو قدر دارمو أرن وكل بانيو دين تيسا يا دنيا ديسا سيدو كلاوت المامو ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث يا كتاب أنا اعتمادو علوم تحديث كتاب كساب صنع إنا دي شكتو إي دردارتو دردارنا دي كلاوان صومرني وحقفك أنفع يا دين تيسا يا دنيا ديسا يا شيخ ودر دارمي واتي ودن بيسو شيخ مرة يا دردارنك يوسي أبو القاسم وحو يري وأما ما تعتمد عليه في الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهذا أيضا يختلف باختلاف نشء الناس في البلاد وأما ما تعتمد وحاد اعتماد يسو عليه دوشي سو من الكتب كتب تكمدا في العلوم وعلوم تلحدو ذي ايوي ديسي ودي وتر وحن ربعنا دي شفتو كتاب حق احاديث كساب سن الاعتماد فهذا باب واسع والباب ادي ادوين وهو ايضا يختلف باختلاف نشء الناس في البلاد سيدوكله ضدكو اسكو خلاف سن يهين يقف وحي كو حرمت هاي نشء الانسان في البلاد ماشي وقفك كو كوري فقد يتيسر له في بعض البلاد قفك وحا افوضانيا ودمذا قاركود يدولك قاركود من العلمي علمي حقيسة أو من طريقه أو طريق علمي القبراني ومذهبه أما مذهبك فيه ما لا يتيسر له وحين أفوذانين في بلد آخر مقالك الآن أفوذانين مركا رمها ويكالك ديسينيين وحالا بيا بلدك أجوكتو إن يكون فضود هاي علوم تقاركود إن أدبرتو بلدك لنا أذن كبران كرين لكن جماع الخير خيرك كلن كيس ودن وحو يري وحويان ان يستعين بالله سبحانه قفك انو كالميس الله سبحانه وتعالى في تلقي العلم علم قبر شديسة الموروث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم علم قاس رسولك الله قد حلي هذا دونيس علم الرسول ان ادبرته وحو يري والله سبحانه وتعالى ان ادرنك او كالميستا فانه هو الذي يستحق محايا لبو يري فإنه هو الذي كي ويان يستحق متيسنيا أن يسمى علما وحي رسولك الله قد أحلي با متيسنيا علم لغم قعابه وإن سمي علما وما سواه وحكى سوهرين إما أن يكون علما وحلق يابا علمي رسولك الله قد أحلي وحكى سوهرين علمي يهي فلا يكون نافعا لكن أسمك أنفعيني لكن وحى رسولك الله قد أحلي وعلم نافعا لكن وحك لعلمك لأن أبرت الغيابة لكن نافع وسنقنين وإما ألا يكون علما وحن الغيابة إنه علمي لقوم قعابه علمنا وسنقنين وإن سمي به هبا لقوم قعابه ولئن كان علما نافعا علم النافع هدويه فلا بد أن يكون وإنه هذا في ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وح رسولك الله قال حلي وح علم نافع لقوم قعابك رشاخ وحولي ووحى رسولك الله قد أحلي صلى الله عليه وآله وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه ومركا ما يغني عنه وحلا وكافتونه مما هو مثله وحلا مدا وخير منه أما كخير بدن ولتكن ها هاتو يرشاخ همته قفك همديسة يأرك وصعده فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم إنه فهمه رسولك ولجيتك وكلي حديثك في أمره وحا أمره ونهيه وحا رسولك وديده وصائر كلامه هذا الكيسة كلي رسولك انتي سكلي إنه فهمه في أمره ونهيه وصائر كلامه إنه خفك فهمه إنه يهي قصة كيسة وقوين فإذا اطمأن قلبه قلبي جيس هدو كدقو أن هذا كان هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك إنو يهي هذا الكيسي مرادك وأولجي دي هذا الكان فلا يعدل عنه يوسن كالليحان فيما بينه وبين الله تعالى وحي سقي إلهي ودحي يوسن معنى هذا الكا كالليحان وإلهي بلان سيداها كلقلو ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك دات كان إنو سن مركا كالليحان هذا الكائن يا هذا الكي رسولك إذا أمكنه ذلك أرنك هدي أي أسورة كشو وليجتهد قفك هكود ذال علم قبرانيا أن يعتصم إنو قبصده في كل باب من أبواب العلم
باب كسو يجد كسو جدتك علمي كميدا بأصل مأثور على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل صورك كسوغان إنو كدكو وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس ويشتبه هذا سقدر سموقفك عليه دشيسا مما قد اختلف فيه الناس أو أوحد ضدك يسكو خلافين بأسلك هذا حدر سمي فليدعو قفك هكدو عيسو بما رواه مسلم وحا مسلم وكوري في صحيح وكوري عن عائشة رضي الله عنها أو عائشة رسولك صلى الله عليه وسلم يكوري نيسو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي كان يقول وحو رنجري إذا قام يصلي من الليل هبينك مركو تكن أيو وحو كدو عيسين جري اللهم رب جبريل الله رجب رب جبريل رب جيسي وميكائيل رب جيسي وإسرافيل رب جيسة أهو فاطر السماوات والأرض الله أمي سماواتك يقولك أمي عالم الغيب والشهادة الله أوق وحمقا يوحجوقو أنت أذيقا تحكم بين عبادك دوما ذا كلا حكمة فيما كانوا فيه يختلفون وحيسكو خلافين إهديني الله ويقهنوني لما اختلف فيه من الحق وحل اسكو خلافي ومن الحق حقا بإذنك إذن كاقا ربو ويقهنوني إنك تهدي أذيقوا أدهنوني سامن تشاء وقفك أدونتو إلى صراط مستقيم جدك توصن قفك وحولي هاي حديثك رسولك دو فهمي وايو أما مرادك رسولك وكلها أما أو أركو وحبضان وددكو إسكو خلاف سنيهين إستغن قلبي جيسي با وحق لي ددكو إس خلاف سن بو أركي الرما إسكو خلاف سن هدو عيسو دو عدان هكو دو عيسو جبريل ربي نمدي سأي الله توصل أيا إلهي جبريل إسغا أمي ميكائيل إسغا أمي إسرائيل إسرافيل إسغا أمي جبريل واد قلان إسان وحي ولي مادا ميكائيلنا وملق الروبك الله درو إسرافيلنا وكان نفخي سمين أيا dadka marka la soo bixinayo marka la umayo saas uu qofka ku duceysanaya rasuulka habeenkii ku duceysan jiray ina tiraahdo ilaahu ugu hanuuni lima ikhtalafa fihi min alhaq bi idhnika innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim marka allah subhanahu wa ta'ala haqqu ugu hanuuninaya dadku wax isku khilaafeen fa inna allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala qad qala fima rawahu anhu rasuluhu wuxuu yiri waxa rasuulkiisa uu ka wariyay wa hadithul qudsiya ya ibadi أدومضي ذاي كلكم ضال باتهن ودنسن إلا من هديته قفا هنوني موي فاستهدوني هنوني ويدي استهديكم أن يدين هنوني نيا وأما وصف الكتب والمصنفين وأما وصف الكتب كتبتي إنا كوش يغنيه أبو القاسم والمصنفين يددك كتبتا ألفي كتب إنا كوت المامو كتبتا أغفي عن يا دي ويدي ستي وعيري فقد سمع منا وأنا لغا مقليب ويري إنبضا في أثناء المذاكرة مركان ضدك وحبرينو وأنا نغا نحدينا الدراسة سمينينو ابن تيمي وحولي إنبضا بوحنا لغا مقلي أما لغا مقلي أنيقا أردي دي دا مركان مذاكرة إيو إسلا سمينينو وحبرشو نحدينا وحس ويدينينو ما يسر الله سبحانه وح الله سبحانه وتعالى ونفذه وحولي أرنك هذا ضربته بالمذاكرة ذي كتبتي عن قرن دب وقلنا قل جي يا بينات كهشوا كتبتها قوة وقوانا أحسن إلا برتو هي مصنفين تا دتك وح اللي في قوة وقفي عن وما في الكتب المصنفة مجروي كتبتها لا اللي في المبوبة يا بابك الله سمي كتاب أنفع كنا في عبدا من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري هذا هو الشيء المركب وحوليه كتاب مجره كان نفع بضن كتاب كمحمد ابن اسماعيل البخاري وألفي مركب كتاب هذا دونيسو وحوليه كاكو دب لكن هو وحده كتاب كاسكاليجيس لا يقوم بأصول العلم علمي أسيشيسو دان مكولان سنايو وكما ذهلي سيد بخاري كاليجيس داد كدكتو لكن كتب بضن بضبها هنتا مسلم بضبها هنتا سنونتي بضبها هنتا أجزادي بضبا هنتهي مسانيدي بضبا هنتهي ولا يقوم صدوك لبخاري كالجي وإستاقي مايو بتمام المقصود مقصودك يماشي لو سعودي إنا دقارتو وما أوقارو للمتبحري
قفك دون ينو رحتين بضو في أبواب العلم علم جباب بكيسة قفك دون ينو سفي عن أرح قلو مقصود كيسي كجاري مايو كلي هدو بخاري كقاب صدو إذ لابد وحالا مارمان ويري من معرفة أحاديث أخرى ينو قفك برتو أحاديث كلي أو بخاري غير كيسة وكلام أهل الفقه يددك فقه اللي في هذا القوضة وأهل العلم أو علم اللي في في الأمور التي أمور تاسو يختص بعلمها وخاص كيها علم جيدا بعض العلماء علماء قار كودا وحولي سيدوك لو حضوبا هانتا هاي كتبك لو فقي وأهل العلم جاء اللي فين أهل العلم جاء صو علم جاء فقي جاء خاص كوا وأكتو ذا موية ميلك لأن لقيه لينين وقد أوعبت الأمة أمدي ويكوبتي بيويري في كل فن من فنون العلم فن كسو كميدا نوع كسو كميدا نوعية علمك إعابا كوبيد وحوليها شيخ ابن تيمية علماء المسلمين باب كسو بابك علمك كميدا ويكوبين وحبي كقرين فمن نور الله قلبه قفكي قلب جيس إلهي ونوريو هداه إلهي وكوها نونني بما يبلغه من ذلك وحرنك قارسية ينو فنون تاسوح كبرتو أو فهم قفكي قلبي جيس إلهي أون نوري بو قرسيني بما يبلغه من ذلك ومن عماه قفكو إلهي إن لها ترانا لم تزده وما زيادسه كثرة الكتب كتب تبضاني أرورسانا إلا حيرة ورير موية وضلالا يباد النمو لكن قفكي إلهي أوها نوني كتب تالا ألفي وكفى إذي سنيا لكن قفكي إلهي خير وسن لدوني وحويا كتب بضان الله أرورسدي مكتب لبكتي علمك قادم آية وكور ريا بعد النمن وكقادي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد رسولك وكيري لأبي لبيد الأنصاري وكيري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم أوليست التوراة توراة ميانا نهين والإنجيل إنجيل عند اليهود والنصارى كتب تصويها يستين يهودي لكن إلهكم أنفعن فماذا تغني عنهم حي ترتي وحليها يهودي النصارى إنجيل التوراة وحبا ما ينترين توراة إنجيل تونا كتبتي نويها يستين مركا قفك إلهي قلبي جيسة وأعمى كبقو ودينت وكجيديو كتب بضان أو صوحة ريستي شيخ كن نقن مايو عالمنا كمان نقن يدينتنا كما فهم إيه قفك إلهي ودين لدونا قلبي جيسة نوريا دينتنا وفهم سيا فنون تأي علوم تلقى في الألفين وحبو كبر تا إله وكو أنفع فنسأل الله الله وحن ويدي سنينا العظيم الله وينا أن يرزقنا إنو نقوح نونيو الهدى هنونيو والسدادة وصنان ويلهمنا إنو نقوته سيو ونطس رشدنا هنون كينا ويقينا إنو نقا إلاليو شر أنفسنا نففيال كينا شرطو إنو نقا إلاليو وأن لا يزيق قلوبنا قلوبتنا إنو سنئل أو سنليحن بعد إذ هدانا مركونها نوري كذب ويهب لنا إلهي وحن كبرينا إنو نصي من لدنه أكتس رحمة النحريس إنه هو الوهاب الله نحريس بحي ويان والحمد لله رب العالمين إلهي بمهادس كالي وصلاته نحريسي سنة ينبت قليدي سنة على أشرف المرسلين مرسلين تكن او شرف تبضان او نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله دشي سهاء هاتو يري ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كتاب كأننا انتا سايان كسو قبا قبينينا دورة اني ما انتا نو سعوتي يعني كذا هذا اللي كتاب كأني الوصية الصغرى ان شاء الله تعالى درسيقا كلا دورة بريتو عنا قندونا اسباب الخشوع في الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.